السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا غادي نشرح فيه يعني هذا البلاتفورم هذه انفراكسيون اللي كانت شحال هذه يعني ابليكاسيون في البلاي ستور والاب ستور سميتها انفراكسيون. كنقدروا نشوفوا فيها يعني المخالفات اللي يعني سوا شدونا فيها يعني للشرطه او لا شرطه المرور او لا كذلك يعني للجندرمري. كذلك دابا غادي زادوا فيها يعني لوبسيون ديال لي رادار سوا فيكس ولا موبيل. المهم هاد لافراكسيون هادي غادي تشوف فيها يعني جميع المعلومات اللي كتخصك كسائق سيارة او شاحنة او يعني اي حاجة كتمشي على يعني بمحرك. اذا بالنسبة لهاد البلاتفورم هادي غنخلي لكم الموقع في صندوق الوصف او لا هو هذا كتكتبها فراكسيون روتيير وتكتب يعني mtpnt.gov.ma. بالنسبه لنا يعني الناس اللي عندهم طوموبيله عاديه يعني انسان شاري طوموبيل وكيسوقها ولا كار ولا شي حاجه المهم فكيدخل بشخص ذاتي. اما بالنسبه يعني للشركات اللي عندهم بزاف ديال الطوموبيلات ولا عندهم يعني او المؤسسات عندهم ترونسبور او لا فهم كيدخلوا من هذه البلاصه هذه وكيتكونيكتاو من هذه البلاصه هذه. دونك ما غاديش نشرح هذه القضيه هذه لانه ما عنديش كيفاش غادي نشرح لكم هذا الشيء. هذا نشرح بالنسبه للناس العاديين. دونك كتدخل هنايا الاطلاع على المخالفات وهنا كيشرح لك شنو ممكن تشوف. كتقدر تكونسلتي السولد ديالك ديال لي بوين شحال باقي لك من لي بوين في البيرمي ديالك. كتشوف يعني اللائحه ديال كاع المخالفات اللي ارتكبتي واللي سجلهم لك الرادار اوتوماتيك او لا كاع او لا الرادار يعني فيكس اللي كيديروا صحاب الجندار وصحاب يعني الامن الوطني. كذلك كتقدر تشوف لافي يعني داك اللي كيجيك للدار كتقدر تشوفه غير من لابليكاسيون وكيصوروا لك فيها حتى التصويره ديال يعني ديال الطوموبيل البلاكه الطوموبيل ديالك والمسائل ديالك. وتقدر تشوف ليطا ديال لانفراكسيون واش خلصتيها ولا ما خلصتيهاش واش مشات للمحكمه ولا ما مشاتش للمحكمه. المهم كلشي كيطلع لك في هذا البلاتفورم. وكذلك كتقدر تخلص يعني زادوا في التالوبسيون ديال البيمون الكترونيك ديال المخالفات اللي عندهم علاقه بالرادار يعني اوتوماتيك يعني اللي رادار اوتوماتيزي. دونك باش نتسجلوا كنديروا التسجيل من هنا يعني هنا. اذا في هذه المرحله هذه غادي نعمروا المعلومات ديالنا الشخصيه المرحله 1 ثم المرحله الثانيه غادي ناكدوا فيها المعلومات. طبيعه الحال غادي نحتاجوا الاسم العائلي الاسم الشخصي رقم الهاتف اللي كان كيبدا ب 6 غادي تبدا ب 6 نيشان كيبدا ب 7 غادي تبدا ب 7 نيشان البريد الالكتروني ديالك يعني الجيميل وغتعاودوا هنايا وبطبيعه الحال كلمه السر وغتعاودها هنايا وابخي غادي تختار هنا نوع الوثيقه واش لاكارت ناسيونال اولا لاكارت سيجور اولا الباسبور. بالنسبه لنا غالبا حنا في المغرب كنختاروا لاكارت ناسيونال. وهنا كتكتب يعني رقم البطاقه الوطنيه ديالك وهنا غتختار البلد ديالك يعني ماروك وابخي هنا غادي تكتب يعني العنوان ديالك اللي كاين في لاكارت ناسيونال اولا العنوان فين انت ساكن على حساب باش الا كان شي حاجه يتواصلوا معك. وابخي بطبيعه الحال غادي نكوشيو هذه باش نوافقوا اكسبتي وغادي نديروا يعني الخطوه التاليه. وهنايا قبل ما دير كونفيرمي غادي تاكد ان المعلومات ديالك اللي دخلتي وصحاح وعاد ابخي غادي دير كونفيرمي. هنا كيعطيك بان الانسكريبسيون دازت افيك سوكسي وخصك تمشي لابواط ايميل ديالك باش فاليدي يعني الانسكريبسيون ديالك. دونك غادي نمشيو لابواط ايميل فوالا كما كتلاحظوا كيوصلك واحد الايميل سور بلاس او يقدر يتعطل واحد الدقيقه على حسب يعني الوقيته باش تسجلتي. وغادي تاخذ هاد يعني تكليكي على هاد لوليان هذا بحال هكا او مبروك عليك ها هي لاكتيفاسيون دو ميل ا ايتي افيكتوي افيك سوكسي. دابا راك فاليديتي الايميل دابا خصنا نتكونيكتا. دونك باش نتكونيكتا غادي ندخلو البريد الالكتروني اللي خدمنا به قبيلات بلس المود باس يعني اللي درنا قبيلات صافي غنديرو تسجيل الدخول فوالا. هنا كيخرجوا لك يعني المعطيات ديالك كاملين. هنا كيعطيك يعني السولد ديال البيرمي ديالك شحال عندك يعني من بوان باقيه لك في البيرمي. في الاول راه كتكون يعني 30 نقطه وعلى حسب يعني المخالفات اللي كترتكب كيتنقصوا. بالنسبه للسيستيم ديال يعني ديال لي بوان نقدروا نديروا ليه فيديو بوحدو. وبالنسبه لي يعني القائمه ديال المخالفات هي هذه كتلقى المخالفات اللي عندك كاملين هنايا. ممكن تزيد تنزل لتحت باش تشوف يعني مخالفات اخرين كاملين. وكذلك يعني تقدر تشوف المعلومات الشخصيه ديالك من هنا تقدر تقرا يعني المخالفات كاملين من هنايا يعني المخالفات كاملين كتقدر تشوفهم من هنايا
كان اعتقد انه كاينه حتى اللغه العربيه، اسمحوا لي نورمالمون كاينه حتى اللغه العربيه، ولكن ما عرفتش فين يعني فين كاينه. دونك غالبا غادي تكون شي بلاصه هنايا، اولا مازال ما زادوهاش، دابا يزيدوها وصافي. هادشي اللي مهم راه خصكم تعرفوه هنايا، هذه هي ميزان فراكسيون، يعني هنا فين كاينين المخالفات، هذا هو المنيو المهم كاع في هادشي، هو هذا. يعني تتشوف المخالفه اللي عندك، اللي ما مخلصه كيعطيها بي، اللي ما مخلصاش كيعطيها ام بي او لا اونكور، وهنا كيعطيك لي بوين ديالك. بالنسبه للغه العربيه راه مازال ما زادوهاش، ولكن جو بونس غادي يزيدوها يعني مستقبلا، حيت نورمالمون الا دخل دليل المخالفات خصهم يطلعوا المخالفات حتى بالعربيه في لابليكاسيون في التليفون. يعني قبل ما يحيدوها راه كانوا المخالفات يعني بالعربيه، كتقراهم كتفهم كل مخالفه شحال من نقطه كتحيد ومجموعه من المعلومات. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه يعني باش تشوف لي زانفراكسيون ديالك. كاين هنا لي كلاس، نسيت ما وريتهمش، يعني الدرجات ديال المخالفات، وصافي هادشي اللي كاين بالنسبه للخلاص ديال هاد المخالفات هادو. دابا ندير لكم فيديو ان شاء الله كيفاش تخلصوهم يعني اونلاين. مثلا الا شدك الرادار وطلعت لك المخالفه هنايا، لانه شدك الرادار، فكاينه واحد، اولا وصلتك ديك الرساله للدار بانه شدك الرادار وبغيتي تخلص، غنوريكم ان شاء الله كيفاش تخلصوا، كيفاش تشوفوا ياك ما شدكم الرادار ولا شي حاجه. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو، نتلاقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.